وتنضم لنا الآن من بيروت ماري سالم محللة المالية في شرق الأخبار. صباح الخير ماري، أهلا وسهلا فيك. 28/10 هو التاريخ بدء الاكتتاب إذن على طرح لولو، شو تفاصيل الطرح؟ صباح الخير سبا ويعطيك ألف عافية. يعني مثل العادة دائما الخبر الأول اللي بيصدر من قبل شركات بدها تطرح أسهمها ضمن السوق هي عن النسبة وعن تقريبا التسعير اللي ممكن إنه نحن نشوفه من خلال هذا الطرح. يعني هلأ لهلأ الشركة أعلنت إنه هي رح تطرح 25% من الشركة بسوق أبو ظبي المالي. في تقييمات أولية بتحكي عن إنه ممكن يكون التقييم تبع الشركة بسبب الطموح اللي هن بدهم يحصلوا عليه. يعني هن عم بيقولوا إنه بدهم من هذا الطرح تقريبا بحدود ال 1.7-1.8 مليار دولار، يلي هو تقريبا بقيم الشركه عند 6.5 ل 7 مليار دولار. هلا هيدي المرحله بعدها مرحله اوليه صبا، يعني بعد حتى شركه بدها تقطع بفتره تحديد النطاق السعري، نشوف قديش بدها تكون نسبه الافراد، نسبه المؤسسات. يعني بعدنا هلا نحن عم نحكي كمرحله اوليه، بعد في عنا تقريبا بحدود الاسبوع قبل ما نبلش نشوف الاكتتاب كيف رح يمشي، ومن خلاله بنقدر نعرف يعني تقريبا كيف حتصير هيدي كل الامور اللي هي من ناحيه التسعير او من ناحيه اقبال للمستثمرين. بس لهلا صبا يعني اللي عم نشوفه نحن من الطروحات الاوليه انه عم بيكون في زخم طلب من قبل المستثمرين، حتى كاداء اذا بدنا نقول، وبتحديدا سوق ابو ظبي عم بيكون في اقبال لانه المحفزات الاخرى ضمن السوق عم بتكون شوي غايبه بهذه المرحله. حتى النتائج والبيانات الماليه اذا بدنا نجي نقيمها حنلاقي انه ما كثير في لها هذا التاثير مثل بالاسواق الاخرى، وهذا بسبب الاوزان العاليه لشركات محصوره ضمن سته على المؤشر. يعني اليوم الجمعه شفنا ارتفاعات تقريبا 1% على سهم فابيا اللي اعلن عن النتائج البيانات المالية وأظهر نمو بالأرباح للربع الثالث، ولكن التفاعل تبع المستثمرين صباح اليوم عكسي، يعني عم نشوف تراجعات تقريبا بحدود 1% على السهم. كرمال هيك هلأ بهيدي المرحلة يعني بيظل هذه تباين الأوزان إذا بدنا نقول، يمكن أنسب شيء أو أكثر شيء عم بيجذب المستثمرين هي الطروحات الأولية، وخاصة أن الطروحات الأولية عم تكون بقطاعات يمكن شوية مختلفة عن القطاعات التقليدية. نحن لولو تحديدا يمكن كان طموح تبع الشركة أنه سابقا أنه يكون في عندهم طرح مزدوج بين سوق أبو ظبي والسوق السعودي وتداول، ولكن هذه التغييرات صارت تقريبا ببداية الشهر الماضي، وأعلنت الشركة أنه ما رح تمضي بالطرح المزدوج، وبيعطي فرصة أكبر للمستثمرين للتركيز أو ضخ السيولة بسوق أبو ظبي اللي هو ممكن يكون إيجابي بهذه المرحلة لسوق أبو ظبي. بس كله بيعتمد على الجو العام بالسوق تنشوف كيف حيكون التقييم، وقبله أكيد حنقدر شوي ناخد جس نبض إذا بدنا نقول من خلال الطرح تبع NNDC كيترينج اللي بده يصير ب 23 شهر. حجم الطرح مري، حجم طرح لولو عم نحكي بواحد ونص مليار دولار تقريبا، تطمح الشركة انها تجمع 1.5 مليار دولار. كيف منقيم هيدا الشيء، او كيف هذا الحجم بالنسبة لأحجام طروحات صارت قبل وخلال هاي السنة وتغطت؟ هلا هذا الطرح من الطروحات الاكبر تقريبا عم بتصير بالمنطقه، يعني حتى اذا بنطلع على الطروحات اللي كانت صايره سابقا ما كانت ابدا بتوصل لهيدي المستويات. فبالنسبه للسوق ليش عم بقول انا انه هيدي ممكن تكون عنصر ايجابي انه بطل في عنا الطرح الثانوي بسوق السعودي، لانه السيوله كلها حتنضخ ضمن هذا السوق والقطاع. يعني يمكن احنا شفنا غيرها يعني هايبر ماركتس اذا بدنا نقول او سوبر ماركتس تم طرحها ولكن كانت مخصصه، يعني كنا عم نحكي مثلا عن التعاونيه الاماراتيه، شفنا يمكن اخر شيء بسوق دبي المال سبينز يلي تم طرحه خلال بداية العام بسوق دبي المالي، ولكن في مميزات مختلفة عن بعض السبب بين سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي، وهذا الشيء واضح كمان من أداء الأسواق. يعني مش دائما منلاقي أنه تفاعل مع الإدراج لشركة محددة بسوق دبي بيكون مثله نفس الشيء بسوق أبو ظبي. فهذا التقييم هو عالي نسبيا، ولكن مجموعة لولو بالتوسع الجغرافي تبعها وبالأصول اللي موجودة عندها، يعني تنطلع على البيانات المالية اللي حيتم طرحها أكيد وقت اللي بيطلع البروسبكتس كامل، هنقدر نعرف إذا هذه التقييمات عادلة أو ما تطمح إليه الشركة هو ضمن المعقول، أو ممكن حتى نرجع نشوف أي تعديل بهذا النطاق إن كان من ناحية حجم الطرح أو حتى التسعير تبع الطرح والطموح اللي هو عم يطرحه له. هذا المبني على النطاق السعر اللي حيتحدد لاحقا لهذا الطرح الجديد اللي حيصير خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. بس بتصور يعني إذا قارنا لولو مع سبينس، طرح لولو تقريبا 3 أضعاف حجم طرح سبينس بالوقت الحاضر. صحيح. ماري شكرا جزيلا لك.